جينا هنا إن أولاد إلي بنت بنتين إلي هنا ولد في غزة ساكنين. جينا زيارة بعدين مرضت أنا بعد رمضان مرضت خشيت المستشفى عملت عملية لما رقت وقدمنا على المعبر وين لما هالأيام بالعافية لما طلعنا مسجلين من زمان أكم مرة ومعاناة يعني إنه طلعنا الروح ما بيرحموش حدا لا مريض ولا سعيان ولا أي حاجة. لما طلعنا الاسم واليوم إن شاء الله كان ربك سهل ونصل أولادنا هناك. عندي ثالث أولاد غاد وبنت ولا إلهم أولاد صغار وبستنوا فينا بالساعة.